السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله نقدم واحد التحية لواحد الشعب الرائع، واحد الشعب، واحد الجمهور اللي كيتابعني. أنا ملي كندخل استوديو يوتيوب كنلقى ثاني دولة اللي كتبعني هي هذه بعد المغرب. واحد الشعب اللي رائع جدا، شعب راقي، شعب مكرم، شعب مضياف، شعب نسخة ثانية للمغرب. يعني عندنا نفس التقاليد، نفس الثقافات. علاش كتلقانا دائما كندابزو؟ حيتاش عندنا بزاف ديال الحاجات مشتركه. حنايا راه جيران. تحيه للشعب الجزائري الرائع الحر، الشعب الجزائري النقي النظيف اللطيف. صراحه ناس ظريفين، ناس تجمعنا معهم علاقه رائعه جدا. حنا ما كنفهموش السياسه، اللي بغى يعمل سياسه فالشعب ولا يفهم السياسه. حنا الحمد لله بعيدين كل البعد عن السياسه، اللي بغى يدابز، اللي بغى يضرب شي فشي، ولكن كيبقى الشعب مع الشعب، يعني في صلة صراحة، في صلة، وفي واحد العلاقة جيدة. نحن صراحة أنا تعرفت على ناس جزائريين رائعين جدا، يعني ما كنهضرش غير هيدا وصافي، وإنما عندي أصدقاء صراحة ناس رائعين جدا جدا، يعني صراحة ناس ظريفين، يعني بكل صدق. وحتى أنا أيضا أتعامل معهم بظرافة، يعني حتى أنا كنتعامل معهم بالمثل. الناس نقيين، ناس ظريفين، ناس الله يعمر هذا، الله يعمر هذا زعما، بكل صدق، وأفتخر بكم زعما. صراحة ناس رائعين جدا، وخا بغض النظر عن السياسة، الناس اللي كيحكموا ولا هذه، احنا ماشي شغلنا في داك الشيء. احنا ملي كنهضروا، ملي كنقدموا التحية، كنهضروا على الشعب، من الشعب إلى الشعب. شعب رائع جدا، نحترمه ونقدره، يمكن له كل الاحترام والتقدير صراحة. يعني شعب رائع جدا. مع ان ما نقوله، انا شخصيا عمري ما كتب شي فيديو مثلا، عمري ما هضرت على الجزائر ولا نقول لهم شعبون ولا ما عرف شنو ولا. صراحة انا عمري هضرت بالخايب على هاد الشعب او على هاد الدولة بصفة عامة. انا بعض المرات كنقدم الخبر، يعني هذاك الخبر ماشي انا كنكتبه، هذيك راه ماشي كتابة ديالي. اذا قريت شي حاجة لقيتها في شي جريدة ولا قريتها في شي موقع الكتروني، فكنقراه وصافي. يعني ماشي هذيك كتابة ديالي انا، هذا هو الموقف ديالي من الجزائر ولا من الشعب الجزائري ولا. انا مجرد خبر. مؤخرا كتبت واحد الخبر على عبد المجيد تبون في البرتغال، عاود قلت بلاتي مسح حتى لا أفهم، لا يفهم، لا يفهموني، باش ما يفهمونيش غلط. يعني هذاك الخبر كنقراه انا، كيعجبني شي خبر كذا، يعني ماشي الهدف ديالي انني الفتنة ولا شي حاجة، لا حاشا وكلا. ناس احترمهم واقدرهم، وعمري قلت شي حاجه دلعب في الشعب الجزائري نهائيا. بالعكس، اذا لقيت شي حد كيهضر عليه بالخايب انا كندافع عليه. عمري قلت شي كلمه في حق اي كان، سواء شعب ولا حكومه ولا ما عندي يعني علاقه بديك الشيء نهائيا. اللي بغى يعمل سياحه، اللي بغى يعمل سياحه، اللي بغى يعمل سياسه كيعمل سياسه، انا ما عندي علاقه مع السياسه ولا يهمني ذلك. يهمني الشعب، الشعب رائع، احترام بيناتنا، تقاليد كذا الى اخره. صافي، شي حاجه اخرى ماشي شغلي فيها. انا اذا نشرت شي حاجه عندها علاقه بالجزائر الا وكنشر خبر، يعني هذيك ماشي ردة فعل ديالي ولا موقفي ولا وجهة نظري ولا، لا ما عنديش علاقه نهائيا. انا كنشر الخبر، كنلقى شي خبر كنشر، ولكن ماشي انا الهدف ديالي بديك الخبر انني نشر الفتنة ولا نشر شي حاجة. مجرد خبر عادي كنشرو صافي كندوز، يعني ما لا أتوقع أنني زعما كنعمل شي حاجة ولا، وإنما غير كنقراو صافي صافي، الله يجعل البركة. يعني كنلوح بابليش، يعني غير كنشر صافي، هذا هو الهدف، ماشي زعما شي حاجة. بعض المرات ما كيكونش عندي الوقت نصور فيديو، نبقى هايدا المونتاج إلى آخره، كنلقى شي خبر كنلوحو صافي، هذا ما كان. فتحية للشعب الجزائري الرائع صراحة، والله العظيم أنا بكل فخر. كنلقى في استوديو يوتيوب الجزائر دائما هي الثانية، هي مكلاسية الثانية. عندي متابعين وعندي أصدقاء بزاف من الجزائر، تبارك الله عليهم. الناس اللي تعرفت عليهم من الجزائر كاملين طيبين رائعين، يعني صراحة لحد الآن مازال ما تعرفتش على شي واحد خايب. يعني الناس اللي عنده، سواء يوتيوبر، سواء الناس كنعرفهم، سواء الناس كنهضر معاهم مباشرة، صراحة ناس كتحس بحال مغربي كيهضر مع مغربي، ما كتحسش بديك الفارق، بديك ماشي بحال الناس بعادي. لا، حنا جيران، يعني ما عندنا علاش ندابزو، يعني عادي.
الجوار صراحة إنسان يكون احترام متبادل إلى آخره. وكاين الناس حتى هما كيحبونا تبارك الله عليهم، يعني الشعب صراحة الشعب مع الشعب بخير. أما داكشي ديال السياسة الحكومات بيناتهم حنا لا يهمنا، حنا كان قاصدتنا مع الشعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.